ورجعنا لكم مرة تانية في استوديو عسل أبيض، والنهاردة هنتكلم في موضوع غاية في الأهمية. لكل أم بتعاني جدا في اختيار الحضانة المناسبة لأطفالها، هنتكلم عن الموضوع ده، وبتعاني أكتر بعد ما تختار في إنه إزاي أطفالها يتعودوا على الحضانة. يعني هي تريك شوية متعبة، بس هي مع الوقت ومع كمان مساعدة الحضانة ده كل ده بيتحقق وبنقدر نحققه. النهاردة هيكون معايا الأستاذة نيفين شاكر، وهي استشاري الطفولة، هتجاوب لنا على كل أسئلة كتير قوي بتدور في دماغ كل أم وأب عن إزاي طفلهم أو طفلتهم اللي على وش حضانة إزاي تقدر إن هي تتعود على ده، وتكون في مساعدة ما بين الأم والأب وما بين الحضانة. النهاردة هيكون معانا الأستاذة نيفين شاكر. أستاذة نيفين، صباح العسل الأبيض عليك. صباح الخير يا سارة، ازيك؟ طبعا أنت النهاردة منورانا في عسل أبيض، وأنا عايزة أنتهز الفرصة دي وأتكلم مع حضرتك عن، طبعا هو في ملفات كتير جدا أقدر أتكلم فيها معاكي، بس إحنا النهاردة خصصنا موضوع الحضانة. ليه؟ لأن هو طبعا يعني نقطة مهمة جدا أو مشوار مهم جدا في حياة الطفل، بيأهله للمرحلة الأهم اللي هي المدرسة. عايزين نتكلم على أول حاجة، وهي إزاي نعرف نختار حضانة طفلنا. طبعا ده سؤال واسع شويه، بس خلينا نتكلم يعني نقول طبعا على حسب اولويات الام، يعني الناحيه الماديه، القرب، المسافه، ولكن في حاجات اساسيه. مثلا اهم حاجه طبعا النظافه، بالذات احنا بنتعامل مع اطفال اقل من 3 سنين او اقل من 4 سنين. صحيح. فعامل الهيجين، عامل النظافه ده اساسا، مش بس في اماكن الاكل او في اماكن دورات المياه، حتى في اماكن الشغل، يعني المكان ما بيشتغلوا، مكان الترابيزات اللي بيلونوا عليها، الرمله اللي بيلعبوا فيها، الاماكن الاوتسايد اريا، الاماكن اللي فيها مثلا المراجيح وكده، ولو كان في مكان للرمل، طبعا الرمل دوت معرض للقطط وال صحيح. فالنظافه اساسا، النظافه، وازاي كاداره واخدين بالهم من كل الحاجات الصغيره اللي الولاد بيتعاملوا بيها وبيمسكوها، عشان طبعا دلوقتي موسم العدوى بين الصيف والشتاء، وبين الشتاء والصيف بتبقى اعلى نسبه. يعني طب انت ازاي بتقدري تحققي ده مثلا عندك في الحضانه؟ يعني عايزين مثلا نعرف ازاي عامل النظافه بيكون في الـ في الـ في الـ في الحضانه، مثلا في الحمامات، في المناطق اللي بيكون فيها البكتيريا بتكون عاليه، الحاجات اللي زي دي على طول. طبعا في على طول طبعا الحمامات دي على طول زي كانها اوضه مستشفى انتنسيف كير، يعني بالظبط، يعني على طول ديتول بين استعمال طفل والاخر، كله لابس جوانتيات، الباسكت على طول بتتغير. احنا بنعامل اطفال ما اقل من 3 سنين، مفيش بنحاول نخلي مفيش اي مجال لعدوى او اي مجال ان حساسيه جلديه او صحيح. دول اطفال يعني. إن الاكل طبعا لازم كله يكون فريش ومعمول في ساعتها، يعني انستنت يبقى موجود على طول. ان طبعا بلاش حاجات معلبه، بلاش حاجات مخزنه، كل حاجات ممكن تبوظ، والحاجات اللي حاجات ممكن تبوظ، اللبن لازم يكون، الالبان لازم تكون في ثلاجه بدرجه حراره معينه، الحاجات لازم تكون لسه طازه. فانت بتتعاملي مع اطفال، فالاختيار النظافه والهيجين ده اساسا. طبعا التهويه لازم يكون مكان مهوي كويس، الاناره فيه كويسه جدا طبعا بقى. وبعد كده يجي بقى كل ام عايزين ايه درجه التعليم اللي ولادهم يكونوا واصل لها، ايه درجه الولاد هيكتسبوا ايه، المهارات اللي هيكتسبوها. ده انا كأم اقرره ازاي؟ يعني انا مثلا عايزه ادخل بنتي سواء كان فرنش او انجلش او دويتش، فانا بروح للحضانه المعنيه بدايه، يعني عشان لما يتاهل لمرحله المدرسه يكون عنده فكره عن النظام بتاع المدرسه بتاعته. طبعا طبعا كل نظام تعليمي دلوقتي احنا في مصر عندنا نظم تعليم مختلفة كتيرة جدا، زي ما انت قلتي في الماني، الانجليزي ده حاجات مختلفة، في البريطاني وفي الامريكاني، ودلوقتي في الكندي، وفي الناشنال اللي هو بتاع الدولة، وفي الفرنساوي، والفرنساوي برضو في الكلاسيك اللي زي المدارس القديمة العريقة زي جزويت كولاج ساكريكير، وفيه الحاجات الجديدة الانترناشنال سكولز وكده. كل واحد من دولت ليه طريقة في الاختيار وطريقة في تقييم الأطفال بتاعته، وكل نظام تعليمي ليه أولويات في التقييم. فطبعا كل ما كانت الحضانه اللي انت بتشتغلي معاها فاهمه الفرق بين الاولويات دي، وفاهمه دول انت رايحه اني طريق. ولكن في الاخر خالص قبل كل دوت انت بتنمي طفل. مظبوط. فبغض النظر انت هتوديه مدرسه ايه، احنا البيبي لازم يكون متربي، يعني
ايه اللي هننمي فيه ايه؟ احنا هنطلعه بني ادم، عايزين نطلعه بني ادم بغض النظر عن المدرسه اللي هو هيخش فيها. بصراحه طلبات المدرسه دلوقتي هو فعلا لازم نطلع خريج جامعه بني ادم يعني. هو في الاول اولويات بغض النظر عن الام، المدرسه والانترفيو والستريس اللي الام بتعيش فيه وبتحطه على الطفل ابنها. انا عايزه ابني يطلع مداركه واسعه، لغته مظبوطه، شخصيته كويسه، مستقل، معتمد على نفسه. دي حاجات اساسيه ما بتقدر ان هي تامنه للطبع. ودوت ده مش شغل، ده احنا واحنا بنلعب يعني احنا بناخد الحاجات دي كلها في اعتبارنا واحنا بنتعامل مع الطفل في معاملاتنا اليوميه العاديه. انت واخده في اعتباراتك كل دوت، ان ازاي يطلع مستقل، شخص معتد بشخصيته، بيتخذ قراراته، حتى ابسط القرارات، ياكل ايه، ينام ولا ما ينامش، يشتغل بايه، يلون ولا ما يلونش، ولكن هو واثق ان هو عايز يعمل ايه، ان هو من جوه هو عنده كل الثقه. لا انا هعمل دي مش هعمل دي. حلو قوي كده. هل الام والاب ليهم دور في البيت ان هم يكملوا دور الحضانه؟ طبعا الام والاب لهم دور، لان هو عايش مع الام والاب. طبعا. فالام والاب لهم دور كبير، والام والاب طبعا لازم يكونوا يعني لو هم مش قاريين مفيش مانع ان هم يسالوا ويستشيروا بحيث طبعاً. انه يمشوا على الـ على الـ على الرايت تراك يعني، على الطريقه الصحيحه. ولازم يكونوا على تواصل كمان مع الحضانه عشان يعرفوا ازاي هو بيتطور وازاي هم ممكن يشتغلوا معاه جوه البيت والحاجات دي، صح؟ طبعا لازم يكون اولا اي حضانه لازم بتكون في لينك بينها وبين اولياء الامور، وبتكون بتبعت طبعا ريبورتات على التقييم دوريه، والام والاب بقى بيسالوا مثلا لو في، وهي الحضانه كمان لو فيها عندها مشكله، مثلا بيبي شويه عنيد او عصبي او عنده فرط حركي او هي حاسه ان في تاخر من ناحيه معينه، طبعا هم لازم يكونوا بيشتغلوا معاه، ولكن لازم انبه الام والاب ان احنا بنشتغل على النقطه دي، لان الشغل ده شغل مستمر. ما ينفعش انا اشتغل مثلا ربع ساعه او نص ساعه في اليوم وهو البيبي يروح، لا الام والاب مثلا حطوه قدام التلفزيون او يسيبوه ينام، لا مش بقول لك يعني يشتغلوا معاه 24 ساعه. صحيح. بس لازم ياخدوا في اعتبارهم ان في حاجات لازم يشتغل عليها. وهو بيلعب ازاي اعرف اخليه انمي قدراته ومهاراته من خلال كمان اللعب وال طب انا عايز اسالك سؤال يا دكتور، يا استاذه نيفين، دلوقتي احنا عندنا اطفال كتير جدا بيقعدوا قدام الانترنت بشكل كبير قوي قوي قوي، واولياء الامور بيسيبوهم على اساس ان هو قاعد ساكت وبيتفرج على الانترنت والحاجات دي. احنا بنشوف فيديوز موجوده على الانترنت فيها حاجات مش لطيفه او بتقدم صوره مش حلوه، فانت شايفه اولا انه عادي او صحي انه الطفل يقعد يتفرج على الانترنت، ولا المفروض يكون في وقت معين ما يخرجش عنه، وايه الحاجات اللي المفروض يتفرج عليها؟ طب خلينا الاول بس نفرق بين التلفزيون التلفزيون هو ان البيبي قاعد مستقبل. صحيح. سواء بقى كان انترنت، سواء كان تلفزيون او ايباد او كده. اولا حته الاستقبال دي سواء كان تلفزيون او كمبيوتر دي لازم احدد لها وقتها اصلا، يعني بكتير نص ساعه. نص ساعه نص ساعه. ويتقفل بعد كده، لان طبعا في مش بيحصل مشاكل قويه، يعني في ناس بيحصل لهم تاخر لغوي. وفي ناس وفي اطفال بيحصل تاخرات، يعني تاخر فكري وتاخر لغوي، يعني البيبي قاعد معتمد ان هو بس مستقبل، ما بيتكلمش، ما بيطلعش لغته، ما بيطلعش اللي بيتعلمه. فلازم اول حاجه نحدد الوقت دوت نص ساعه ماكسيمم. نيجي بقى على الانترنت والحاجات اللي مفتوحه اللي بتقدم من خلال الفيديوز او الكرتون. طبعا في وسائل، انا مش اي تي، بس في وسائل ان انت تعملي كنترول ان ما يفتحش ده وما يفتحش دوت، وتكوني انت دايركتنج موجهه هيفتح على ايه بالظبط، بلس ان انت هتكوني منظمه له وقته. في وقت انا هفتح لك فيه التلفزيون او هديك الايباد او هديك دي، فالتحكم من ناحيتين، في حاجات تقنيه وفي حاجات مع وقتك انت في معاملتك معاه. تمام. انا بشكرك جدا استاذه نيفين، وطبعا انا عايزه اقعد معاكي مره ثانيه لانه في حاجات كتير قوي الحقيقه عايزين نتكلم منها مثلا الزن، عايزين نعرف ازاي نعلم الاطفال سلوك لطيف يتعاملوا بيه مع ناس وفي الحياه عموما، دي مهمه جدا. ناس كتير قوي كمان في الاربيز دلوقتي بيقولوا لي انه في مسجز او اسئله على الفيسبوك انه ازاي اعلم ابني السلوك المستقيم في التعامل مع الناس، فطبعا ده هيبقى محتاج فقره اخرى، فان شاء الله نشوف حضرتك قريب جدا كمان نتكلم عن الملف ده او الموضوع ده.
ميرسي جدا. شكرا. مشاهدينا طبعا كان معانا استاذه نيفين شاكر وهي استشاري الطفوله. كنا بنتكلم النهارده عن ازاي تختاري الحضانه بتاعه ابنك. طبعا زي ما ذكرت انه المفروض يكون في نظافه كويسه، تهويه، يكونوا بيشتغلوا على المهارات الخاصه بالطفل سواء كانت سمعيه او حسيه او بصريه او يدويه. انا بشكركم جدا. هنروح لفاصل ونرجع مره تانية نستقبل نيفين وضيف جديد بقى هيكون معانا مصمم الازياء الشهير بهيج حسين في ضيافه عسل ابيض ونرمين.